بعد إنتشار تقارير في عدة صفحات رياضية عن إرسال بالماضي استدعاء لكل من أمين غويري وياسين عدلي ورامز الرقي ولكن منطقيا بالماضي سيستدعي ستة لاعبين وذلك لعدة اعتبارات ولحاجته لمناصب هؤلاء اللاعبين المميزين حيث بعد ضمان الكوتش بالماضي التأهل لكأس إفريقيا من المحتمل أن يدخل مباراتي شهر مارس أمام كل من زامبيا وبوتسوانا بتشكيلات تضم عناصر جديدة تجديدا لدماء محاربي الصحراء وبحثا عن عصافير نادرة تقوي المنتخب في تصفية كأس العالم وبطولتي كأس إفريقيا والعالم إن شاء الله ومن بين الأسماء المرشحة للتواجد مع الخضر أمين غويري صاحب العشرين سنة ومهاجم نادي نيس الفرنسي والذي خطف الأضواء في الليك خلال مرحلة الذهاب حيث سيكون خليفة سليماني والذي أبدى موافقته على الإنضمام للمنتخب الوطني، ثانيا يانيس هماش صاحب ال21 عاما والمتألق هذا الموسم رفقة نادي بوافيستا البرتغالي خاصة بعد غياب رامي بن سبعيني بسبب العقوبة، ثالثا أحمد طوبة صاحب ال22 عاما ومدافع نادي فالفيك الهولندي. والذي يعد ركيزة أساسية في فريقه خلال الموسم الحالي خاصة مع معاناة بالعمري في كرسي احتياطي ليون رابعا رامز زروقي صاحب الثاني وعشرين سنة ووسط ميدان نادي تفنتي الهولندي والذي يعد ركيزة أساسية في فريقه خلال الموسم الحالي وهو خليفة قديورا في وسط الميدان الدفاعي خامسا حكيم زداتكا صاحب الخمس 25 سنة ومدافع أيمن كليغ موفوت الفرنسي والذي اختير أفضل مدافع أيمن في الليغ دو وسيكون بنسبة كبيرة خليفة عطال كثير الإصابات سادسا ياسين عدلي متوسط ميدان نادي بوردو والذي يبلغ عشرين عاما والمتألق جدا مع فريقه وهو خليفة فيغولي أما في القائمة الاحتياطية فسنجد ماكسيم لوبيز لاعب ساسورو الإيطالي صاحب 23 سنة. يانيس رحماني مهاجم مالاغا الإسباني صاحب 25 سنة. وفي الأخير كيليان قسوم مدافع أولمبيك نيم الفرنسي ذو الواحد والعشرين سنة. بالتوفيق إن شاء الله لمحاربي الصحراء.